قرارات المحكمة، إرسال الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي. إن شاء الله إحنا ثابتين وصامدين ومكملين. يحكم بتهم لا أساس لها. إيه هي الجريمة اللي تستوجب هذا الحكم الرهيب؟ هي جريمته إن هو نجح في انتخابات حرة وبقى رئيس جمهورية لمدة 10 أشهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا مع ملفات إريتريا الأسبوعين. ملف اليوم سيناقش الاتفاق الذي تم بين السودان ومنظمات الأمم المتحدة لتمكين اللاجئين لتثقيل مهاراتهم، حيث اتفقت الحكومة السودانية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين على إطلاق مشاريع لتمكين اللاجئين في شرق السودان من الاعتماد على الذات، حيث يعيش اللاجئون في معسكرات شرق السودان في ظروف صعبة بسبب نقص الغذاء والدواء. إذن إلى ماذا يهدف البرنامج؟ وهل مثل هذه المبادرات بإمكانها حل مشكلة اللاجئين؟ وما هو دور المنظمات الخيرية في تخفيف معاناة اللاجئين؟ كل هذه الأسئلة سنطرحها على ضيوفي الأستاذ حامد الحاج هنا معي في الاستوديو، المدير التنفيذي لمنظمة كافل للإغاثة، وعبر الهاتف سيكون معنا من الخرطوم الدكتور حمد الجزولي معتمد اللاجئين. إذن أهلا بكم مشاهدينا الكرام في ملف هذا اليوم، وأهلا بكل مشاركتكم عبر الأرقام التي سوف تشاهدونها على الشاشة بعد قليل. أرحب بضيوفي، أرحب بك أستاذ حامد، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ ريما. إحنا سعداء جدا بوجودك معنا في ملفات إريتريا، بالتحديد اتفاق بين السودان ومنظمات الأمم المتحدة لتمكين اللاجئين من الاعتماد على الذات وتثقيل مهاراتهم. طبعا هذا الخبر الذي أتانا، لا أدري معلوماتك عن هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أشكر قناة الحوار على إتاحة هذه النافذة للقضايا الإريترية،
وإن شاء الله اليوم سنتحدث عن هذا الجانب، سواء من ناحية الاتفاقية التي تمت، أو سواء من ناحية مبادرات مؤسسة كافل للتدريب وتمليك المشاريع. فسنتناولها إن شاء الله تعالى، ننظر في تلك المعلومات. طيب، هذا الاتفاق الثلاثي بشكل عام، إلى أن طبعا نتواصل مع الدكتور حمد الجزولي وهو معتمد اللاجئين ليعطينا الفكرة الوافية والكافية عن هذا المشروع. كيف رأيتم أنتم، وأنتم أيضا تملكون بذات المشاريع طبعا في الاعتماد على الذات وتصقيل المهارات ودعم اللاجئين، كيف ترون مشاريع هذه الأمم المتحدة؟ الحقيقة هذا الاتفاق بالذات ننظر له بنظرة إيجابية جدا، ونحن سعداء به، لأنه نحن من قرابة سنة ونصف كافل أنشئت لهذا الأساس، ومشاريعها كلها تسير نحو إخراج اللاجئ من دائرة المساعدات، تحويله إلى عنصر منتج يملك الثقة في نفسه ويستطيع أن يكون مفيد لأسباب كثيرة جدا حقيقة. فنحن سعداء بهذا الاتفاق. نعم، هل تعتقدون أن هذا المشروع جاء متأخرا، رغم أنه أنتم أيضا سبقتم في إطلاق هذه المشاريع ودعمها بالنسبة للاجئين من قبل الأمم المتحدة؟ هو يقولون أن تصل متأخرا خير أن لا تصل. وبعض الإخوة في السودان عندما قمنا بالتدريب وإطلاق برنامج ماهر قالوا لي لو كنا فكرنا بهذا المنطق منذ السبعينات كان لدينا شعب منتج الآن. بالتأكيد. ولكن ما نلوم أو نفكر كثير في الماضي، لدينا الحاضر، نستطيع أن نعمل كثير، وهنالك فرص كثيرة لتحويل اللاجئ إلى إنسان منتج حقيقة. ردود الفعل اليوم من اللاجئين بإطلاق هذه المشاريع كانت من كافل أو من قبل الاتفاق الذي تم بين السودان والأمم المتحدة؟ أكيد استشعرتموها من خلال طبعا زياراتكم، ومن خلال أيضا مشاريعكم التي قدمتموها عبر ماهر. الحقيقة ردود الفعل كانت أكبر مما توقعنا حتى قبل إطلاق البرنامج. في المراحل التمهيدية لجمع المرشحين، حيث أنه يكون هناك عدة متدربين من كل معسكر، كان عدد المرشحين كثير، الأهالي السعداء، فكان أكثر مما نحن توقعنا، لأن الحقيقة هناك مشكلة الفاقد التربوي، الشباب لم يكمل الثانوية، لم يستطع التوجه للجامعة، لا يملك أي مهارة أو شهادة، أين يذهب؟ هو صحيح في إشكاليات كثيرة جدا. فالبرنامج التدريب المهني يغطي هذا الجانب الحساس. شيء جميل. هل لديكم فئات العمرية التي هي ستنخرط في هذه المشاريع؟ نعم، هنالك بالنسبة للشباب أقل من 20 سنة في هذه الحدود يستوعبهم برنامج ماهر، تدريب على مهن وكذا. ولكن هنالك أناس أكبر سنا لا ممكن أن يتدرب الآن في معهد مهني، قد يكون عمره 50-55 وكذا، هذا يتم تمليكه برنامج، يتم تمليكه مشروع مباشرة عن طريق برنامج آخر اسمه برنامج مشروعي. والحمد لله هم يسيران بشكل متوازي. ممتاز. ويلبيان احتياجات. طبعا هي ليست قصر على الرجال فقط، وإنما النساء أيضا انخرطنا في هذا المشروع. نعم، هنالك مثلا برنامج ماهر، الدفعة الأولى كانت 40 شخص، 30 متدرب من الشباب، و10 فتيات. ما شاء الله. فالحمد لله من أول يوم كان دور الفتيات. طيب حاضر. أستاذ حامد، إلى أن نجد المكالمة أو الاتصال للأستاذ حامد الجزولي معتمد اللاجئين، إحنا ياليت تعطينا تعريف عن كافل بشكل عام. نعم، كافل مؤسسة بريطانية إغاثية. أنشأت بمبادرة من إخوة كرام هم أعضاء مجلس الأمناء المؤسسون، الدكتور سعيد القاضي والشيخ توفيق السائق والدكتور عبد الفتاح سعد، ويشغل معنا منصب مسؤول التعليم الشيخ عبد العليم إدريس، وأنا المدير التنفيذي حامد الحاج. فعليا أسست الإدارة وبدأنا في مباشرة الأعمال من يوم 1/3/2014، تقريبا سنة وستة أشهر الآن. ورؤيتنا ورسالتنا تمكين اللاجئ من الكسب الشريف، تمكينه من الاعتماد على نفسه، ومحاولة كسر دائرة المساعدات التقليدية. هذا ممكن تعريف.
نعم. مختصر بتاعتنا. يعني أهداف كافل اليوم إلى جانب وجودها في المنافسة في العمل الخيري كإيثار وكبيرة وغيرهم من المؤسسات الخيرية التي تأسست من قبل، ما هي أهدافها؟ نحن نختلف عنهم من ناحية جانب التدريب. نعم. طرقناه بشكل متخصص وليس كنشاط جانبي، وكذلك جانب تمليك المشاريع. والحقيقة يعني ممكن نحن نختلف في مسألة استثمار الموارد بحيث تكون أكثر ثباتا. نعم. مثل وضع وقف أو مهارات. الإخوة في المؤسسات الأخرى وكان لهم دور كبير في بداية ماهر في مساعدتنا. نعم. وإلى الآن هم سبقونا ونستفيد منهم كثير الحقيقة. الإخوة في المؤسسات الأخرى يقومون بمهام مثل بناء المستوصفات وحفر الأبار وكفالة الأعدام، وهذه أنشطة مهمة جدا نحن لا نركز عليها كثيرا. فهنا الاختلاف، هذا هو التمييز، هذا التمييز كافي حقيقة. نعم. يعني هل هناك تعاون، هل هناك تكافل مع بقية المؤسسات الخيرية الإريترية؟ نعم، هنالك تعاون كبير جدا في مجالات كثيرة يعني قد لا يراها الجمهور العادي، ولكن هنالك بعض الأنشطة. مثلا هنالك برنامج للاجئين الجدد في بريطانيا. نعم. الذين يأتون عبر البحار وعبر فرنسا يجمع من مختلف المدن بتعاون من إيثار وكافل. نعم. ونفذ لهم حتى الآن مخيمين. ممتاز. يكون في تنسيق يعني ما بين لا تنفيذ مشترك. تنفيذ مشترك. تنفيذ. نعم. مشترك للبرنامج وجمعهم وإعطائهم تدريب وتأسيس رابطة لهم. نعم. شباب 17-18 سنة من المهم وقوفنا. فالتعاون كثير حقيقة، وهذا مجرد مثال على. نعم. برنامج مشترك. شيء ممتاز. طيب مشترك. من خلال البرامج كانت المشاركة أو المستقلة برامج كافل تجاه اللاجئين، ما هي وماذا تحقق أو ماذا تحقق منها؟ نعم، عندنا عدة برامج. أنا أبدأ برنامج ماهر، هو الحقيقة. نعم. الأهم، هو الأبرز، هو الأهم. نعم. وهو سبب نشوء كافل أساساً. واسم جميل على فكرة، يعني ماهر يدعو للمهارة والتفاؤل والتقدم. نعم. يعني صراحة هو تفاؤلاً بالمخرجات. صحيح. أنه سيتخرج ماهر بدل ما هو. الحقيقة الحمد لله هذا هو أكبر برنامج، وكانت أول خطوة فيه بعد إعداد 11 شهرا، سنة كاملة تقريبا من الأبحاث والدراسات الميدانية وغير ذلك. تم إطلاقه في شهر فبراير 2015 عن طريق توقيع عقد لتدريب 500 لاجئ على مدى 5 سنوات. نعم. بمعدل 100 لاجئ كل. نعم. سنة. وعمليا تم تدشين أول دفعة من 100 الخاصين بهذه. أيوة. السنة، وهم 40 متدرب. 40 خلال 2015. 2015 لدينا 100 متدرب إن شاء. نعم. الله. الدفعة الأولى 40 متدرب. نعم. الآن انتهوا. نعم. وسيتبدأ الدفعة الثانية بعد شهور قليلة. نعم. خلال 2015 نقف عند 40 متدرب. نعم. ماذا تدربوا، ماذا حققوا، من هم، كم عدد الرجال والنساء؟ نعم، 40 متدرب هم 30 شاب وعشر فتيات. نعم. 30 شاب جميعا دربوا على ميكانيكا محركات الديزل. نعم. بسبب أنه هذه بيئة ريفية ومزارع وهنالك. صحيح. يعني عربات شحن كبيرة وكذا، شاحنات كبيرة. فوجدنا أنه هذا يعني نشاط مطلوب هنالك، وحتى لو انتقلوا إلى بلد آخر لا يوجد بلد يخلو من شاحنات ديزل. بالتأكيد. جمعوا من عدة معسكرات، تم تأمين سكن لهم مع برنامج متابعة، مع تأمين حتى مصروف الجيب، مع تأمين تفاصيل كثيرة. شيش. الحمد لله. ولكن تعالى. يعني البداية، كيف يتقدم الشاب أو الشابة إلى الانتساب إلى مشروع ماهر أساسا؟ هل يعني يقدم اسمه؟ هل أنتم تختارونه؟ كيف تتم عملية الاختيار؟ الدفعة الأولى طبعا نحن نتطور مع الوقت. الدفعة الأولى تم إرسال لجان إلى. نعم. كل معسكر، والطلب من المعسكرات ترشيح الأبناء. هنالك. نعم. لديهم نظام لجنة لكل حي داخل المعسكر وكذا. نعم. فتم ترشيح عدد من المتقدمين، وتم إجراء مقابلات معهم، وتم اختيار ما تعتقد اللجان أنه أنسب. إن شاء. نعم. الله نكون وفقنا في ذلك. نعم. هكذا كانت نقطة البداية. شيء جميل. العودة إلى الأخوات أو النساء. نعم. أو الفتيات أيضا، ماذا كان تخصص الفتيات؟ نعم، كان التخرج. نعم، كان هو تخصص مصنوعات جلدية أو صناعات جلدية. نعم. والحمد لله تعالى 10 فتيات لم يحصل تسرب أو انقطاع. العشرة أكمل الدورة. نعم. بنجاح، والمعهد أشاد بدفعتهم. وإنتاجهن الآن من المصنوعات الجلدية جميل وجيد. ونحن الآن يعني ربما نتطرق إليه لاحقا، نحن الآن في طور تمليكهن المشاريع التي
يطبقون بها ما تعلموه. ممتاز. فنحن في هذا في هذه المرحلة الحمد لله. الآن بعد تخرجهن كما ذكرت الأخوات أول إخوة في ميدان العمل من أين سينطلقون؟ نعم هنالك طبعا على حسب نوع كل تدريب. يعني مثلا في المصنوعات الجلدية تمليك الفتاة ماكينة صناعات جلدية الأمر سهل انتهى. نعم. بالنسبة للشباب ممكن تملكهم عدة وزج بهم إلى السوق، ولكن هنالك صعوبات. باختصار شديد نحن الآن بصدد تمكينهم من الخبرة العملية. نعم. مع بعض الجهات الكبرى على أن يتحمل برنامج ماهر هذه المصروفات لعدة أشهر. نعم. حتى يصبح فعلا داخل السوق. نعم. وتستمر المتابعة. عندما تقول إلى الجهات الكبرى تقصد يعني انخراط الشباب والشابات في العمل في الشركات وفي المصانع في داخل العاصمة مثلا؟ نعم لا المقصود طبعا شباب ميكانيكا الديزل تحديدا. نعم. أن يتم إلحاقهم بورش لوكالات وورش على مستوى كبير في السودان في شرق السودان. وتتحمل كافل رواتبهم لهذه الفترة. نعم. إلى أن يصبحوا أصحاب خبرة حقيقية في السوق. نعم. ثم ينطلقوا إن شاء الله تعالى. شيء ممتاز. هنالك أنشطة أخرى مثل مثلا لم نبدأها بعد مثل إصلاح الجوالات وكذا. هذا لا يحتاج إلى هذه الخطوة الوسيطة. نعم. تلقائيا ممكن عمل شيء له يبدأ في عمل صغير ورشة صغيرة. نعم. وكذا. لكن كل برنامج أو كل تدريب أو مهارة لها يعني خطوة مختلفة لإدخالهم إلى سوق العمل. يعني إلى أين أرادت أو تريد ماهر اليوم أن تصل؟ كافل. عفوا ماهر خلال كافل. نعم. أن تصل الحقيقة نحن طموحين جدا، ولكن نحاول أن نسير بخطى يعني متوازنة. الخطوة الأولى كانت ضمان 100 متدرب في السنة. وتم تأمين يعني تقريبا نصف هذا العدد أو الثلثين. نعم. عن طريق شراء وقف في بريطانيا. يدور دخلا قرابة 55,000 دولار في السنة. ممتاز. يؤمن تدريب من 50 إلى 80 متدرب. نعم. فهذه جانب، ولكن هنالك الآن اتصالات مع معاهد كورية وصينية وألمانية في الخرطوم. نعم. وفي معهد في بور السودان إن شاء الله تعالى على أساس أن يكون هنالك أعداد أكبر. نعم. فنحن نأمل حقيقة إلى وصول إلى عدد 200-300 متدرب أو أكثر في السنة إن شاء الله. نعم. تعالى. ذكرت أيضا عن المعهد أو المؤسسة التي قامت بدعمها اليابان في السودان من خلالها يتدرب المتدربون فيها. نعم نحن الآن المشروع لتدريب 500 متدرب كان بين مؤسسة كافل والهيئة الخيرية الاجتماعية في كسلا اللي هي شريكنا المحلي في السودان، والمعهد المهني بكسلة، وهو معهد مدعوم من برنامج التنمية الدولية الياباني جايكا، ومعهد حديث بصراحة يعني معهد ممتاز جدا جدا، وكان الحمد لله يعني الإمكانيات جميلة، حتى أن يوم التدشين كان معنا ممثل عن المفوضية السامية للأمم المتحدة. نعم. وأشاد. نعم. بالبرنامج. أنا دعني أظهر هاي الجريدة. جريدة. مشروع ماهر الطريق لإخراج اللاجئين الشباب من دائرة الفقر، مؤسسة. نعم. كافل البريطانية، اهتمامنا باللاجئين والمجتمعات المستضيفة. نعم. مؤسسة كافل البريطانية، مشروع ماهر سيعقب مشروعي. هناك أيضا مشاريع عدة كتبت عنها هذه الجريدة. نعم. جريدة الصيحة السودانية. نعم. كان تقريبا تغطية كاملة على كل. نعم. مشاريع كافل في السودان، شيء جميل جدا. جميل. يعني هناك إذا تشجيع على المستوى مستوى السودان. نعم. كدولة وإعلاميا بدأت تلاحظ هذه البشارات، بشارات الخير. نعم. لكافر عبر وسائل الإعلام السودانية. نعم. حدثنا أيضا عن هذا الحقيقة الموضوع. نحن وجدنا احتفاء من جهات عديدة، المؤسسات. نعم. الدولية مثل الأمم المتحدة، شركاؤنا هنالك مثل الهيئة الخيرية الاجتماعية، المعهد. نعم. المهني، المسؤولين في السودان، شركاؤنا في الخليج وفي بريطانيا. فكأنما الفكرة كانت في ذهن الجميع، ولكن. نعم. من يطلقها يعني؟ فعندما انطلقت وجدنا صراحة دعم واحتفاء كبير جدا من جميع الجهات، وحتى كان التغطية الصحفية والإذاعية. نعم. والتلفزيونية كانت أكبر مما نتوقع حقيقة. ممتاز. فهذا زادنا تفاؤلا وإصرارا على المشروع. نعم. إن شاء الله. هنا يعني يذكر أن مشروع ماهر سيتم خلال 5 أعوام وسيعود بفوائد كبرى. نعم. على اللاجئين والمجتمعات المستضيفة كمان. هذا
فقط هذا الجانب المشروع ماهر اللي هو لتدريب 500 شخص مع المعهد المهني بكسلة. نعم. ونحن نطمح لتوقيع عقود أخرى أيضا إن شاء الله تعالى. شيء جميل. سيعقبهم ماهر سيعقبه مشروع مشروعي. حدثنا عن هذا الموضوع أيضا. اللي هو برنامج مشروعي لأنه كما تطرقنا سابقا بعد أن يتخرج الشاب أو الشاب برنامج ماهر ماذا يفعل؟ فإذا كان المشروع صغير لماذا لا يملك هذا المشروع؟ ويملك بآلية تسمى في دول أخرى بنوك الفقراء، يعني ممكن نحن لا نرغب في تسميتها كذلك، ولكن يملك بقرض ميسر، ومن أقساط هذه القروض يكون المبلغ دائما موجود وتمول به مشاريع أخرى لهؤلاء الخريجين. شيء جميل. هل هذا المشروع يعني وصل إلى كل معسكرات اللاجئين اليوم؟ هل لدى الشاب والشابة معلومات كافية عن هذا المشروع لينضم إلى هذه المشاريع القادمة أو يسجل نفسه فيها؟ الآن المشروع طبعا معروف جدا جدا في جميع المعسكرات، وإن كان الحقيقة طبعا المعسكرات ليست مثل هذه المدن، نعم. بيئة صعبة ومشاغل ومشاكل بالتأكيد. كثيرة، فلا تستطيع أن تعطي حكم أن الجميع عرف، ولكن من يتابع ومن هو في شأن أم عرف، ومع استمراره سيعرف ناس أكثر إن شاء الله. يعني الوسائل التي تستخدمونها لإيصال هذه الرسائل إلى الشباب وتوعية الشباب والشابات، هل يعني حاولتم أو لديكم آليات خاصة لتوصيلها إلى داخل المعسكرات؟ نعم، عن طريق اللجان الشعبية اللي موجودة في المعسكرات، واللجان التي ترسل من كسلة لطلب الترشيح. وطبعا برنامج ماهر يعني لابد أن يكبر ويزداد، لأنه بهذا الحجم 100 متدرب في السنة سيغطي شريحة بسيطة من الفاقد التعليمي في المعسكرات، ولكن هذه نواة إن شاء الله، وسنصل أكثر وأكثر. 13 معسكر منهم فقط الشجراب 50,000 شخص، أمور يعني معقدة كثير. معقدة جدا يعني. هذه الخطوات الأولى أو الطريق للخطوات القادمة. نعم، هذا مشوار 1000 ميل وهذه الخطوة الأولى إن شاء الله. طيب يعني اليوم أيضا هناك برامج عدة منها كما ذكرت الماء والثروة الحيوانية، مشروعي تمليك مشاريع صغيرة جدا لمن يريد هذه أن يقوم بهذه المشاريع ليبدأ بها، كيف تتم هذه العملية؟ نعم، هنالك المعسكرات بطبيعتها منظمة وتوجد لجنة شعبية في كل جزء من المعسكر، فعندما تأتي تملك مشاريع لديهم قوائم جاهزة، وهذا الأمر يخرجك من إحراجات كثير. فهناك مشاريع تتناسب مع البيئة، مثلا عربة بسيطة مع دابة تجرها لنقل المياه من مكان إلى مكان، قيمتها أقل من قيمة جوال، 700-800 دولار حقيقي. هذه تغني أسرة كاملة يا أخت ريمة. نعم، ممتاز. أسرة كاملة، وسلمنا حوالي 8 عربات الآن مسرورين وقالوا جزاكم الله خير، نحن الآن مكتفين لا نحتاج مساعدات. في شيء آخر أيضا برضو من البيئة المحلية هناك التي هو البقرة الحلوب. أيوة، ففي بعض التجارب عندنا ما بين البقر البلدي والبقر العجين، وجدنا أن قد تدور مبلغ كبير للأسرة، ونحن نرسل لجنة تتابع البقرة عند المستفيد هل ما زال محتفظ بها، ونمتلك المشروع لمدة سنتين تحسبا بيعه. الخلاصة هم مستفيدين الآن من المشاريع المتناسبة مع البيئة، والنتائج ممتازة جدا، وسنمضي يعني قدما. هناك حصائل عديدة بدأت الآن تظهر على أرض الساحة. الحمد لله لها سنة تقريبا مشاريع. يعني المشاريع هذه اللي ذكرتها، البيئة، الزراعة، طبعا الثروة الحيوانية، كيف يعني تضعونها؟ ألا هي يمكن أن تكون هي لها الأولوية قبل المشاريع الأخرى في تأمين الغذاء وتوفير المياه والثروة الحيوانية قبل يعني الغذاء قبل المهارات الأخرى؟ والحقيقة المهارات طبعا مهمة، لأن هؤلاء الناس وفر لهم غذاء بطريق كفالة يتيم بشكل أو آخر، ولد كبر في المعسكر، أصبح في عمر هو خطر على نفسه وخطر على المجتمع، 17 سنة 18 عاما، إن لم يعطى أمل بتدريب أو يثبت هنالك قد يأتي عبر البحار، قد لا تدري ماذا سيحدث له يعني. ثم أنك تريد نقله، يعني إن كان والده راعي ليس بالضرورة أن يكون راعي، قد يكون هو ميكانيكي أو فني أو كذا، فنحن بالعكس نرى لها أهمية
عالية. في فترة من الفترات السودان كان يأتيه عمالة ماهرة من شرق آسيا عندما كان في طفرة قبل 7 سنوات. لماذا لا يكون هذا اللاجئ هو العامل الماهر مثلا؟ يعني صحيح انخراط الشباب في هذا العمل. طيب يعني عودة إلى المشروع الذي تبنته الأمم المتحدة والسودان للاجئين في شرق السودان من على الاعتماد على الذات، هو ذات يعني مشابه لهذا المشروع. لا أدري يعني كيف تراه اليوم كافل، هل يتعارضان أم هل يلتقيان، وهل سنرى اتفاقية معينة عبر الأمم المتحدة والسودان؟ الحقيقة طبعا هم يتكاملان ولا يتعارضان مع اختلاف الأحجام. أمور المعسكرات هذه تتكلم على مئات الألوف من الأشخاص. المؤسسات مثلنا تغطي جانب قليل. عندما تأتي جهات مثل الفاو والمفوضية السامية بهذا الاستثمار الضخم، هذا هو المرغوب، ونحن نستطيع أن نتكامل بسهولة. مثلا في هذا المشروع يعني يختلف عننا أننا نملك مشاريع لأفراد متناهية في الصغر. هم مشاريع جماعية يريدون أن ينشئوا مزارع 10 فدادين لكل 30 شخص بتدريب معين وهكذا. هل لديهم سياسة خاصة؟ هل لديهم يعني معرفة تامة كيف سوف يعني يطبقون هذا المشروع على أرض الواقع في مع اللاجئين أو مع فئة معينة خاصة؟ هم سياستهم التدرج، يريدون الآن إطلاق 3 مشاريع في 2015 مع التدريب وهذا، ثم ينظرون إلى تفاعل المجتمع معها ثم يقررون. هم يعرفون المنطقة، المفوضية تعرف المنطقة جيدا، المفوضية الأمم المتحدة والمفوضية السودانية، الفاو ربما هي العنصر الجديد، ولكن لديها خبرة في هذا المجال، ونتمنى أن تنجح التجربة حقيقة لأنها ستكون نقلة نوعية لحياة اللاجئين. هل ستسهل أيضا لكافل بالتالي لمشاريعها القادمة؟ طبعا سيسهل لنا كثير ونتعاون. يعني مثلا إذا أرادوا إنشاء مشروع يحتاج مهارات معينة، قد ندرب الشباب أو الشابات على هذه المهارات، ويكون بالتالي لهم علاقة بهذا المشروع في حالة توافق مع الأمم المتحدة. والأمم المتحدة أبدو حقيقة مرونة وتعاون في الزيارة الأخيرة للسودان، ونحن نتوقع أن يكون بيننا وبينهم عمل إن شاء الله. طيب أستاذ حامد، إحنا راح نأخذ فاصل، اسمح لنا مشاهدي الكرام، فاصل قصير، ومن ثم نعود لملف اليوم، الاتفاق بين السودان ومنظمات الأمم المتحدة لتمكين اللاجئين. كونوا معنا بعد هذا الفاصل. في الشارع المصري حكايات وأخبار يومية، آلام وآمال وأحلام لغد أفضل. سنكون معكم من أرض الفيروز شرقا إلى مطروح غربا، من الإسكندرية شمالا إلى أسوان جنوبا. نسير في أزقة القاهرة وشوارعها، نفتح معا نافذة على مصر. تابعوني، أنا أسامة جوي على قناة الحوار. بمساحة الثورة السورية وبحجم المعارك التي ترسم مساراتها وبعمق الخيوط الخفية التي تتداخل في تفاصيلها وبقوة الإرادات التي تتصارع في مشاهدها، نبسط أوراقنا ونشرع في الدراسة والتحليل. نقف عند جميع المنعطفات، ندقق في كل المفترقات ونجلي أغمض التقاطعات كي تتضح الصورة، صورة كل يوم في سوريا اليوم. عين على الملحمة على شاشة الحوار. الحركة الإسلامية وجدت نفسها أمام أحداث أكتوبر. نحن كنا من الفاعلين الأساسيين في تلك المرحلة، وكنا يعني حينما نلتقي سواء القيادات الشبابية أو الدعاة المعروفين الحديث بأن هذه الأحداث لا علاقة للحركة الإسلامية بها، لم تكن لها أي دور في تفجيرها يعني، ولكن لأن هي التي كانت تهيكل المجتمع وكانت حاضرة أكثر في المجتمع هي التي أطرت هذه الأحداث. وهنا برزت شخصية الشيخ عباسي مدني ولي بالحج، لأنه كانوا أجرى من الحركات الإسلامية الأخرى في النزول كذلك للشارع. رئيس حزب مجتمع سلم في الجزائر الدكتور عبد الرزاق مقري
في الحلقة الرابعة من برنامج مراجعات، يعاد بثه في الأوقات التالية. أهلا بكم مجددا مشاهدي الكرام، معنا مع ملف اليوم الاتفاق الذي تم بين السودان ومنظمات الأمم المتحدة لتمكين اللاجئين، وأيضا التعريف بمنظمة كافل عبر الأستاذ المدير التنفيذي لمنظمة كافل للإغاثة الأستاذ حامد الحاج. أهلا بكم وأهلا بك أستاذ حامد. طبعا احنا راح نشاهد معا ومع المشاهدين مشاهدات على ارض الواقع من السودان لهذه المشاريع، فلنشاهدها معا. الان نحمل رخصه سائق تقريبا، والله ضيق طموحاتي ان شاء الله ان اكون ان اتقدم في هذا العمل ان شاء الله، واكون صاحب مهنه وصاحب عمل، وان شاء الله طموحات اكبر من ذلك ان شاء الله. This is a great opportunity I think for all the refugees and the host community, the youth, to learn how to different to increase their capabilities, so that one day they become more self-reliant to make their decisions in their life. And for UNHCR, it is our priority to promote the self-reliance of the refugees here. And we really welcome this initiative, and I thank all the colleagues here who brought all the efforts from different part of Sudan and from outside to make this very important initiative happen. And this is, I think, is a good opportunity for us, UNHCR, our partners and the government, and this initiative to start coordinating very closely, so that we improve our impact. ما هذا الشيء يعني؟ ماكينة لودرز. ماكينة لودرز. اللي هو البلدوزر. البلدوزر. ما شاء الله. طيب أنا أعرف أنه أول يوم، لكن إن شاء الله تتعرفوا عليه، وفي زيارتنا القادمة تكونوا تصلحوه كمان يعني، مش تعرفوه بس إن شاء الله. أهلا بكم، شاهدنا هذه المقاطع على أرض الواقع لبرنامج ماهر، وكان التدشين وأيضا إشادة الأمم المتحدة ببرنامج ماهر. نعتذر للصوت أو الصوت لم يكن عالي، لا أدري تعليقك على هذه المشاهد. هو الحقيقة يعني أتذكر مشاعري في ذلك الحين مع هؤلاء الشباب، لأنه سبحان الله بالمقابلة والسؤال معهم لم يكملوا تعليمهم ولا يدري ماذا يفعل. أستاذة ريما، أنت عندما تدخل المعسكر، أول يوم عندما ذهبت المعسكر في سبتمبر 2014، وجدت مجموعة من الشباب واقفين عند إدارة المعسكر، فتابعنا أمورنا، ثم سألت يعني ما هؤلاء الشباب، قالوا لي بس يأتون يوقفون كل يوم طول النهار ويرجعون، قلق من المستقبل، وإذا رأوا سيارة جديدة توقعوا أن هنالك فرج. هي دائرة غريبة جدا من يعني القلق. فهذا المشروع وهؤلاء الشباب الذين قابلتهم، رفعوا معنوياتهم، وأنا شعرت بسعادتهم. ولم يحصل تسرب. دورة دبلوم لمدة سنة، الجميع أكمل الدورة الحمد لله تعالى. فكان يوم حقيقة، كان يوم فرح، لأنه عمل سنة كاملة وكان إطلاقه. إحنا نتمنى أنه هذا المشروع يدب في كل الشباب، في روح الشباب الأمل والتفاؤل وعدم اليأس والإحباط، ما يجره إلى كما ذكرت إلى أمور أخرى، كهروبه إلى المناطق الخطرة أو عبوره للبحار للأسف، وكان هذا طبعا نتيجة الإحباطات. مشروع كهذا كم له أن يقدم لكل هؤلاء الشباب والشابات، ليرفع من أيضا المستوى والمهارات وتصقيلها. اليوم أنت كنت بالأمس، أنت كنت هناك، شاهدت بأم عينك يعني مشاهدات جدا فيها بؤس وحزن لأوضاع اللاجئين في المعسكرات، وخصوصا المرأة والطفل. يريد أيضا تحدثنا عن هذه المشاهدات. الحقيقة يعني أنت تخرج مثلا معسكر الشجراب اللي هو الأشهل وأشهر، وهو الحالة الملتهبة، لأن اللاجئين الجدد يأتون هناك، وهو الأضخم، يقدر يعني لا أحد يعرف العدد إلا الله، ولكن يقدر ب50,000 وكذا، لأنه هنالك تسرب وناس صغير مسجلين. المهم عندما تدخل المعسكر ترى البيئة قاسية طبعا. الناس يعيشون في هذه القطية الكوخ، طبعا ليس موصل بها بطبيعة الحال الكهرباء أو ماء أو حتى صرف صحي أو كذا، ف
فالبيئة قاسية، من قساوة البيئة وعدم وجود الظل ينتشر العمى بسبب أشعة الشمس، نعم، وبسبب نقص الفيتامينات معينة. وجدنا الحقيقة أن المرأة تتحمل جزء كبير من هذا العبء. لماذا؟ يعني تجدها إما أرملة ترعى 5-6 أطفال، نعم، أو مطلقة أو معلقة، زوجها ذهب. وكثير من الأحيان وجدنا كثير من الرجال يعني في حالة مرض نفسي، والزوجة اللي هي التي ترعاهم وهي، نعم، التي هي المسؤولة، هي الحاملة، هي المسؤولة كله. يبدو، نعم، يعني لم يستطيعوا تحمل، نعم، هذا الأمر، فوجدناها يعانين معاناة شديدة، وهي يعني هل تذهب وتعمل؟ هي لا تستطيع أن تعمل شيء أصلا بحكم عدم وجود فرص، نعم، كثيرة، والأعمال الموجودة هي في المزارع، نعم، القريبة. فوجدنا أحوال المرأة سيئة جدا. والأخبار يعني مثلا هنالك الأخت، أخت معينة لا أذكر اسمها، وأختها، نعم، لديهم يعني مرض السل، وزوجها توفي بذلك، وهي مريضة وأختها مريضة بذلك، نعم، والموضوع مركب، يعني زوجة جدت العلاج، لا يوجد الغذاء، نعم، الحمد لله يعني تعاونت أكثر من منظمة، مؤلم، نعم، جدا يعني، وكنا نتأثر حتى عندما نسجل معها، نعم، نوقف التسجيل ثم نعيده وكذا، نعم، فوجدناها. والناس هناك فقد تركيزه، يعني أحيانا تقول له كم عمرك، ما يعرف إيش المرض اللي عندك، والله ما تشتت بالأفكار، وكما ذكرت يعني وضع نفسي صعب جدا، محبطين يعني الأطفال في ظل هذه الظروف كيف يعيشون؟ الحقيقة الأطفال يعني يعانون معاناة شديدة. وهنالك الأخت راوية، نعم، نعم، الأخت رايا محمود، نعم، يعني ربما كنت قريتك هذا، نعم، يعني هذه رسالة ماجستير عن الاضطرابات النفسية لدى الأطفال في معسكر الشجراب، نعم، هي قدمت دراسة وافية على هذا الموضوع بالتحديد. دراسة وافية بأسلوب، نعم، علمي دقيق، نعم، خلاصتها أن الأطفال يعانون من صدمة ومن مشاكل كثيرة، نعم، نفسية تنعكس على عدم التركيز وعدم الانتباه وأمور وفقدان الثقة، نعم، بالنفس وغير ذلك، وأنهم لا يستطيعون أن يعبروا عن ذلك مثل الكبير، إنما يعني ولا نقول لك أنا عندي مشكلة نفسية وأنا مكتئب، الطفل لا تعرف ذلك. فالأخت رايا جزاها الله خير تقترح وجود مراكز لمساعدة هؤلاء الأطفال، لجان وجهات تعمل على ذلك. فالناحية النفسية صعبة في المعسكرات، نعم، أستاذ يعني كيف سيكون أيضا لكافل دور في مساعدة الأطفال ووضعهم أيضا في يعني كدراسة هذه التي قدمت الأستاذ رايا محمود اعتمادا على هذه الدراسة، كيف أيضا لكم أن تنطلقوا في الاهتمام بالأطفال ورعاية الأطفال خصوصا من ناحية التعليم أيضا؟ نعم، هو الحقيقة من باب التخصص طبعا ليس لدينا برامج خاصة بالأطفال إلا برنامج واحد هو مفيد جدا اللي هو كفالة الأيتام، نعم، الحمد لله الآن رغم أنه ليس تخصصنا إلا أننا نكفل 53، نعم، يتيم ما شاء الله، الكفالة مقابل التعليم، نعم، بمعنى أن الأم، نعم، لابد أن يتعلم ابنها حتى تحصل على الكفالة، شيش، كفالة مقابل التعليم، ممتاز، فنضمن أنه على الأقل يذهب إلى المدرسة، نعم، ونحن نستهدف كفالة أكثر من يتيم سويا، يعني نستهدف ذلك. لماذا؟ نعم، لأنه لو كفلنا 3 أيتام في البيت وهنالك أخ كبير غير يتيم والأم موجودة، المائدة وحدة تكون تغيرت حال الأسرة. فالحقيقة كفالة الأيتام يخفف جانب من موضوع الأطفال. يوجد أختريمة 12 ألف طفل يتيم إريتري، نعم، المقفول 6000 إلى 7000 والباقي غير مقفول. احنا راح نتحدث، نعم، أستاذ حامد على هذه النقطة كفالة، نعم، اليتيم بعد أن نشارك الأستاذ سعيد عبد الرحمن البريطاني وهو من مؤسسة إيثار. أهلا وسهلا بك أستاذ سعيد، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك. تحية كبيرة لقناة الحوار، ملفات إريترية، وأخوتنا وأشقاؤنا في مؤسسة كافل. أهلا وسهلا بك، تفضل سعيد. حقيقة يعني أنا متصل أولا لأهنئ مؤسسة كافل على خطواتها القوية، هذه المؤسسة التي ولدت راشدا ما شاء الله يعني وقوية من بدايتها، يعني في المجتمع الإريتري بالذات، المجتمع الذي يعيش في معسكرات اللاجئين في أمس الحاجة لمثل مشاريع كافل يعني. وجزاهم الله الخير الأخوة، يعني قاموا بعمل جبار جدا ويعتبر مثال في العمل الخيري الآن، يعني وهو مشروع ماهر ومشروع مدروس ومطلوب، وبدأ ثماره تظهر للقاصي والداني الحمد لله. يعني شيء جميل يعني
نعم. نعم رائع هذا الـ هذا الـ يعني التناسق والتنسيق بين إيثار أيضا وكافل من خلال مشاريع كما ذكرها الأستاذ حامد. بالتأكيد بالتأكيد، لأنه يعني سبحان الله أنا كثيرا ما نسمع في الإعلام أن هناك تنافس، يعني نعم. هو في الخير وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولكن يعني حقيقة لو رأيت جميع رجالات العمل والموجودين في المقدمة سواء كافل أو إيثار أو غيرهم، ناس يحبون الخير في المقام الأول، يحبون الخير لأهلهم في معسكرات اللاجئين، يعني فنحن نعمل سويا فيما يمكن أن يكون ثماره أفضل، وفيما هو متخصص مثل مشروع ماهر طبعا يعني يبغى له تركيز، ونحن لدينا بعض المشاريع اللي نحتاج نركز فيها، لكن يعني لا يوجد تنافس بمعنى انه نتسابق على ان نخطف مشاريع او انه نخدم مجموعه معينه وكذا، لا، يعني هذا بعيد ما يكون عن الصوره الحقيقيه. واحنا نتمنى اخ استاذ سعيد ان نرى هذا التنافس في عمل جبار جدا يكفي كل اللاجئين حقيقه من كل الاتجاهات ومن كل يعني لتحقق حقيقه الوصول الى الاعتماد الذاتي وصقل المهارات والاكتفاء بالتعليم وغيرها وغيرها وكفاله اليتيم. اليوم انتم على شفا، نحن على شفا العيد، عيد الاضحى طبعا، وتهتمون ايضا بجمع للاضاحي للاجئين اخواننا واهالينا في شرق السودان، يا ريت تحدثنا عن هذا الامر. بارك الله فيك، يعني سبقتيني، جزاك الله خير. طبعا يعني الشيء المؤسف انه كثير من اهالينا في معسكرات اللاجئين لا يعرفون طعم اللحم الا في المواسم للاسف الشديد، يعني طيب ونحن نتحدث عن الاف، يعني ما لا يقل عن 300 الف لاجئ في معسكرات اللاجئين في شرق السودان، وما لا يقل عن 10,000 لاجئ في اليمن. فمهما عملنا نحن كمؤسسات صغرى أو مؤسسات كثيرة لا نغطي ربما أكثر من حجم 15% من الاحتياجات الموجودة. فهذه فرصة طيبة أن ندعو جميع الأخوة سواء كانوا إريتريين أو أشقائنا من الدول العربية والإسلامية أن يبادروا بالتبرع عبر يعني ويب سايت الموقع حق إيثار إن شاء الله بالتبرع للأضاحي. يشاركوا اخوانكم في هذا الموسم، ربما يعني سبحان الله يعني بعد ان يروا اللحم في هذه الاعياد لا يرونها مره اخرى لغايه العيد القادم سبحان الله، يعني نسال الله عز وجل ان يديم نعمته علينا، يعني نحن في نعمه كبيره ولا نشعر بها يعني، وفي هذه الايام تزداد نعم الله علينا، فيا ريت نشارك ان شاء الله ان شاء الله يعني. احنا نتمنى من خلال ملف اليوم من خلال قناه الحوار ان الجميع ان يبادر في دفع للاضاحي لاهالينا في معسكرات اللجوء في شرق السودان للاجئين كما ذكرت المحرومين من هذه النعمة. أتمنى أن يقوموا ويبادروا. شكرا لك أستاذ سعيد عبد الرحمن من مؤسسة إيثار الخيرية على هذه المشاركة والإضافة. نأخذ اتصال آخر، اسمحنا أستاذ حامد. سعيد من الكويت، تفضل سعيد. اولا تحيه سلام وتحيه لكم وللبرنامج، وتحيه برد وعنبر وياسمين لكم وللبرنامج. اهلا وسهلا بكم. اولا استاذ العمل الخيري لا يصل للايتام والنازحين كالاضاحي والدواء والايواء والخيم كالنازحين والمشردين هي السودان وارتيريا وغيرها من الدول، وكذلك المضطهدين والمشردين يا استاذ والايتام قد تصيبهم أزمة نفسية بخصوص ما تحدثتم به الآن، وخصوصا النازحين، وكذلك خاصة التعامل معهم وسوء التعامل مع هؤلاء الأطفال الأيتام. وأخيرا تحية ورد وعنبر وياسمين لكم وللبرنامج، وبعد الله عنا وعنكم الكرب والمكروه. وتحياتي لكم. والله الله يجزاك ألف خير أخ سعيد، يعني من الكويت أهل الخير، أهل الكويت معروفين بكل ما يقدمونه للقضية الإريترية وقضية الإنسان الإريتري ومؤخرا قضية اللاجئ واللاجئين في معسكرات اللجوء. لك ألف تحية، لك والأهل الكويت الخيرين الطيبين، شكرا لك لهذه المداخلة الجميلة. ما رأيك أستاذ حامد؟ لا، مداخلات جميلة جدا. نعم. جدا. والحقيقة الأستاذ سعيد طبعا يعني شهادة مجروحة فيه، وهو الحمد لله إضافة للعمل الإغاثي، وهو شريكنا في برنامج الترحيب وتنظيم اللاجئين الجدد، هو يمثل إيثار هنالك، يعني جزاه الله خير. وطبعا أنا يعني سأعود إلى هذه النقطة، دور الإريتريين لاحقا في التبرع. بالتأكيد. ولكن الاتصال من الكويت طبعا نقول له لك العنبر والورود والورد والياسمين والكادي. نعم تقريبا نصف مشاريعنا
تمويلها من الكويت. شيء جميل. وخمسين يتيم من 53 من الكويت. نعم. فالكويت دائما سباقة للخير. نعم كانت وما زالت الحمد لله. من الأستاذ يوسف عبد الرحمن الكاتب الرائع الذي يتابع دائما قضايانا يعني نعم. بكل شفافية وبكل نعم. صدق وواقعية حقيقة نعم. لم يقصر هذا الرجل وأيضا نعم. أهل الكويت الخيرين. بلا شك. إحنا دائما يعني ندعو لهم بالخير دائما نعم. أستاذ حامد. فلهم الشكر. يعني. لهم شكر طبعا لأستاذ سعيد عبد الرحمن البريطاني أيضا نقف عند هذه النقطة إنه اليوم لابد كل الإريتريين وأخواننا وأهلنا كل العرب والمسلمين أن يبادروا أيضا بمبادرة الأضاحي بدفع هذه الأضاحي لكل المحرومين اللاجئين في معسكرات اللاجئين عبر إيثار الخير. طيب عودة إليك أستاذ حامد المشاريع لم تتوقف هنا مشاريع كافل عديدة هناك الوقف الذي ذكرته ماذا عن الوقف؟ الوقف الحقيقة يعني هو يعني حتى نحن تمنيناه أن يكون سنة حسنة لنا شيء جميل ولشقيقاتنا من المؤسسات. نعم الوقف يخرجك من دائرة تقلبات التبرعات. نعم وظروف أخرى كثيرة مؤثرة على التبرعات. نعم فبذلنا يعني الحمد لله جهد وتركيز في هذا الموضوع وتقريبا فترة طويلة لم نقم بأي نشاط. نعم. فقط أردنا الوقف وأراد الله سبحانه وتعالى فوق إرادتنا أن يتم. ممتاز. وتم الوقف بحمد الله تعالى. تصورنا خلال عدة سنوات أنك إذا وفرت وقف لكل مشروع من مشاريعك بإذن الله يكون هذا المشروع مضمون مستمر. وهذه مسألة مهمة جدا لأن لا يمكن أطلق ماهر وكذا ثم أتي سنة هذه السنة ما في ماهر ما في تبرعات لا يمكن. هذا يعني أعطيت أمل للشباب والمعسكرات والمؤسسات والوقف أيضا هو يعتمد على كما ذكرنا قبل الفاصل على كفالة اليتيم وهي وقف مستمر يعني إذا توقفت اليتيم سيكون محروم. إذن هنا مسؤولية الإريتريين جميعا لأن الدقائق الآن بدأت تداهمنا لنهاية البرنامج يعني أريد منك كلمة للإريتريين اليوم أن يقفوا موقف يعني متفاعل وإيجابي لاستمرارية عملية الوقف الخيري لكل الأعمال التي تدعمها كافل أو إيثار أو غيرها. نعم الحقيقة نحن أحيانا نقول قضية منسية نعم. لم تعد منسية والمسلمين والدول نعم. العربية يتذكروننا ويقفون معنا بالتأكيد ولكن يجب أن أنت صاحب القضية أن تبادر وأن تتحرك بالتأكيد نعم هنا مشكلة الإريتريين أنه يريد أن يعني يعمل أو يقدم شيئا كبيرا فعندما لا يستطيع أن يقدم هذا الشيء الكبير لا يقدم شيء نعم. هذه مشكلة لا أقدم ولو شيء بسيط أنا أعطيك مثال يحدث انقلاب في حياة اللاجئين فضل. يعني مثلا جالية كبيرة مثل المملكة مثل الإريتريين في المملكة العربية السعودية تقدر حوالي 100,000 إريتري نعم. لو أخرجوا زكاة الفطر للسودان للاجئين الإريتريين قد تجد أنت حوالي 300,000 كيلو من الحبوب تدخلها معسكر الشجراب تعمل أمن غذائي لعام كامل أكيد كذلك اللحوم كذلك كفالة نعم. الأيتام كذلك المبلغ الصغير الغير مشترط لأن نعم. يتصل بنا بعد الإريتريين يريد أريد أنا يعني أعمل بئر ووقف وكذا ثم يعرف مبلغ البئر كذا $1,000 طيب. لا يا أخي $10 لأي مؤسسة ستفيد طيب. تفضلي من السعودية نأخذ عبد الله بما أننا تحدثنا أو ذكرنا الجالية الإريترية في السعودية يقدرون نعم. 100,000 شخص عبد الله تفضل بشكل سريع هل ما زال معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بشكل سريع أخي عبد الله. أنا بس أحب أقول نحن إريتريين كلنا يعني في سياسات وفي فشلنا لكن يجب أن نشارك في مشاريع مثل هذه المشاريع يعني. طيب. وأقول يعني مرة يعني فتحت وشفت المشاريع هذا ويجب أن نشارك كلنا. نحن فشلنا في المعارضة فشلنا في الحكومة ويجب أن نشارك نعم. لتخفيف المعاناة للإريتريين في كل أماكن نعم على الأقل نعم أبلغ الرسالة شكرا لك عبد الله يعني فشلنا في السياسة ولكن لا نريد أن نفشل في العمل الإنساني في أقل من دقيقة
الحمد لله لم نفشل في السياسة، أتينا بالاستقلال وأشياء كبيرة، والحمد لله إيثار وكافل وغيرها هي نجاحات الشعب الإريتري. نعم. والقصور يغفره لنا الله سبحانه وتعالى، نتمنى ذلك. طبعا إحنا على أساس أنه كانت حلقتنا اليوم تخص مؤسسة المؤسسة الخيرية كافل، مشروع ماهر، وكان عن اتفاق بين السودان ومنظمات الأمم المتحدة لتمكين اللاجئين مع الأستاذ حمد الجزولي، ولكن صعوبة التواصل معه للأسف لم نوفق. نأخذ اتصال أخير من صالح. صالح من السعودية، تفضل صالح. أخوة المقائمين، وأشكر الأخت ريمة وأشكر جميع المساهمين والناس بيتعاطفوا مع مآساة الشعب الإريتري. نعم، أهلا وسهلا بك، وشكرا لك أخ صالح، فقدنا الاتصال للأسف، شكرا لمشاركتك. طبعا أستاذ حامد، كما ذكرنا كان الموضوع اليوم الأساسي هي مؤسسة كافل والاتفاق الثلاثي بين السودان والأمم المتحدة لتمكين اللاجئين في شرق السودان من الاعتماد على الذات، وكان ما يقال فيها الكثير في هذا المشروع وفي خطط هذا المشروع الجديد الذي سيعزز اعتماد اللاجئين وطالبي اللجوء في شرق السودان على أنفسهم. نتمنى أن يستمر وأن يثمر ثماره. تفضل في كلمة أخيرة. دعوة لجميع الإريتريين. نعم. حول العالم، أبواب كافل مفتوحة للتعاون. نعم. بجميع الأنواع. نعم. كافل مؤسسة مفتوحة، ليس لديها ما تخفي، مؤسسة ملك للجميع حقيقة. نعم. شيء جميل، فلا يبخل علينا الإنسان بفكرة بمشورة بالتعاون، فلا أطيل عليك. بالتأكيد. نشكر لك أستاذ حامد الحاج، المدير التنفيذي لمنظمة كافل للإغاثة، ولكل مؤسسي منظمة كافل. نشكر مشاهدينا الكرام مشاركاتكم وتعليقاتكم على الفيسبوك، ننتظركم الأسبوع القادم يوم الأحد القادم في ملف جديد، انتظرونا. تحية مني ومن فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم. شبكة أومو العمر المختار، واحدة من الشبكات الرائدة في مجال الألبسة والأحذية. بفروع شبكة أومو ستجدون مجموعة واسعة من الألبسة والأحذية لماركات عالمية مختلفة، منها تومي، لاكوست، ناوتيكا، بوس، نايك، رالف لورين، بوما، والعديد من الماركات الأخرى. فإن ما يميز المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية هو تهيئة فقيه بيئته، بمعنى أنه يتعامل مع النصوص الشرعية باللغة العربية، ثم بعد ذلك يبلغها بلغة قومه. المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية في مدينة برمنغهام يقدم بكالوريوس معتمد إقليمياً ودولياً، ولدينا كادر تعليمي متخصص. أنا طالب متخرج من المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية في مدينة برمنغهام، والآن والحمد لله أحضر الماجستير في جامعة بريطانية مشهورة. قد كانت دراستي في المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية في برمنغهام فرصة لي في زيادة علمي بالعلوم الشرعية. أطلب لكل الراغبين لدراسة الإسلامية والعلوم الشرعية أن يلتحقوا بالمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية في برمنغهام. لأن كل ما ننتجه طبيعي 100%، ولأننا لا نستخدم المركبات الكيميائية في منتجاتنا، فكل من استخدم منتجاتنا أكد لنا فاعلية أدويتنا العشبية الطبيعية. منتجاتنا مجازة طبياً ومصرح باستخدامها من جميع الجهات المعنية. منتجاتنا، استخدمها بأمان. نفخر بشركائنا ووكلائنا حول العالم. تواصل معنا لتكون وكيلاً لنورس. نورس، لقمان الحكيم، صحتكم حياة.
يرتفع التكبير. ينتشر الصدى إلى مدى أين الرحال ولم لا تشد؟ أين الوجوه التي كانت تتسابق إلي لتشهد؟ كيف النور بأمر ربه إلى السماء يصعد؟ قولي لهم يا صخرة القدس الرؤوم، يا عطر الأم التي لا تبيع صغارها للذئاب ولا تساوم عدوها خوفاً من عذاب، قولي له أي نور فتح السماء ليعرج المصطفى صادقاً مصدقاً حين يخبرنا بما رأت عيناه ويشهد. يا فؤادا شاد رحلا وطوى لجج البعد تجاه الصخرة قد براه الحزن دهرا ونوى نبضه جرح شديد العنة. يا صخرة القدس، يا عطر الصبر، أتراهم يسمعون صوتك وأنت تنادين بالصبر حين تفتح بالرحمة السماء؟ أتراهم يعرفون بأنك لا تملين النداء؟ إلى أين تمضي يا حلم فينا تموج اشتياقا وتهدر حينا؟ إلى القدس تهفو وتهدي حنينا تلملم في القيد حزين وجرحا تلوى يلف المدينة وجرحا تلوى يلف المدينة. كنت مهوى الأفئدة يا رب وعرفت الأنبياء، احتضنت العلماء في صحني وضممت إلى صدر الشهداء أشلاؤهم تسد ثغور جدران.